خليها سجل. السلام عليكم ورحمة الله طلاب. طلاب محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله عليكم السلام دكتور. الله يخليكم. اليوم إن شاء الله نبدي ظاهرة عندكم الشاشة مو طلاب، نسوي لها سكرين. أنا أريد نحاول قبل الثنتين نكمل وياكم إن شاء الله المحاضرة مات اليوم لأن عندكم امتحان. أوكي تمام. محاضرة سابقة إحنا كملنا الناراتيف تنسز كله يعني وأخذنا عليها هوم وورك. إن شاء الله اليوم على الفيوتشر تنسز. على الأساس 18 تمام. طلاب 2-3 دسولي على الخاص يعني صار عندهم ظرف، فاحنا خلينا نبلش. لحقوا يدخلون لحقوا ما لحقوا شوف يعني. فاحنا اليوم طلاب بالنسبة للكتاب احنا هسه اليوم ان شاء الله على فيوتشر فورمز اللي هو يونت 5، يبقى لنا يونت اخير 6 ووراها نرجع نشوف شنو الان بتوين، شنو هو اللي احنا مست ما كم ما اخذناه. مثلا كمواضيع بسيطه مثل الفريزل فيربس، مثلا يمكن عندكم همس مجموعه من الايديومز، مثلا الجمل النفي الهاف والهاف جوت، شنو الفرق بيناتهم، ونعطي هم ايضا شنو الكلمات المهمه مثلا من القطع من الهاي لان هم تفيدكم. ونكمل 6 يونتس هي هاي ماده الفصل الاول. فاليوم لا تنسون عندكم امتحان، ان شاء الله امتحان شهر الثاني هم نحدده ورا ما نكمل اليونت 5 و 6 ان شاء الله. فخلنا نبلش على ورا دكتور. يعني هذا الامتحان اول؟ العفو نعم. شلون العفو؟ عفوا دكتور، يعني هذا امتحان شهر اول؟ هذا امتحان شهر الاول بلي اليوم. والله امتحان شهر الثاني شهر الأول 20 درجة، شهر الثاني 20 هاي 40، تبقى 5 × 5 اللي هي 10 هاي تقييم لكم. بس أشوف إن شاء الله. أوكي طلاب تمام. الموضوع بسيط إن شاء الله. إحنا الفيوتشر تنسز مثل ما وضحنا بالمحاضرات السابقة كل زمان نأخذ ويا الأسبكت مالته simple و continuous perfect perfect continuous. بالنسبة للفيوتشر سمبل عندنا 3 صيغ 3 forms تشكله أو نقدر نبني الفيوتشر سمبل من خلال 3 صيغ: صيغة استخدام المودل فيرب الويل، صيغة الجوينج تو، والبريزنت كونتينيوس. بالنسبة للويل طلاب بيها أيضا هم شنو 3 هم أيضا 3 استخدامات، أو نقدر نستخدم وي يوز ويل تو اكسبرس نعبر. أما من نريد نعبر عن instant decision القرار اللحظي، من انت تريد تسوي تقرر تسوي في شيء بدون يعني مقدمات له بسرعه بلحظه تاخذته يعني السنين يصلي او هذا عموما. لو مثلا عندك اوفرز عروض او بروميسز او توعد، شنو الصيغه؟ هو الويل يجي وراه كل مودل فيرب يجي وراه انفينيتيف فيرب. ناخذ المثال الامثله اللي تخص الانستنت ديسيجن القرارات اللحظيه، مثل انت بمطعم اجالك يعني الويتر او الويترز قالت لك may I take your order، فانت مباشرة انت بعد ما طلعت على المنيو وقررت مباشرة راح تقول له، مو تقول له I'm going to have مثلا. هم هناك عندهم هذه يعني traditional meal فد وجبة، شلون احنا ساعدنا مثل fish and chips ببريطانيا هاي مشهورة، شلون احنا ساعدنا مثلا عندنا اكلات شعبية الفلافل باقي له بالدهن، اذن الاكلات التقليدية يعني ذا المشهورة بها كل محافظة مثل، مباشرة راح يقول yes I will، بما انه هو اتخذ قراره نهائي وبلحظتها قال I will have fish and chips please. ايضا مثال ثاني، اذا امثلة بسيطة عم تتقرب الصورة، واحنا دائما اتفقنا قلنا ناخذ امثلة دائما نخليها ببالنا اول من نمر بموقف مشابه نقدر نستخدمها، ما نظل نفكر هواية يصير عندنا processing على ما نجاوب ونظل نتلكى دائما، خصوصا من تدخل دايلوج باللغة الانجليزية كون كل موقف انت عندك في المثال بسيط ببالك او تعرف شنو هذا الصيغة الزمانية الملائمة للجواب. فقلنا عندما فيوتشر سمبل وقت نستخدمه قلنا 3 forms بثلاث حالات ممكن ان تعبر لنا عن فيوتشر سمبل اللي هي الويل والجوينج تو والبريزنت كونتينيوس. بالنسبة للويل بها 3 هم ايضا استخدامات، وقت استخدم الويل عندما هي بالحقيقة 4 سنتطرق للرابع، عندما عندي instant decision قرار لحظي، أو عندي offers أريد أعرض أقدم في المساعدة أو فيش، أو promises. promises يعني شنو؟ أوعد واحد من أعطي وعد هم أيضا استخدم الوضع.
قلنا example of instant decision مثل may I take your order. هنا may هذا modal verb، من يتقدم يصير بصيغة السؤال يسموه شون polite request، شون could I take your order، بس أكثر formal أكثر رسميا يستخدمون فعل may. فقال yes I will have fish and chips please. مثل واحد يقول التليفون دايرن عندك، the phone or your mobile phone is ringing. ليش استخدم continuous حالة مستمرة لفترة قليلة temporary؟ فش قلت له بسرعة راح أقول أنا راح أجاوبه، يقول I'll get it مباشرة، أوكي بدون ما تفكر يقول أنا راح أجاوبه أنا راح أرد عليه. فأيضا هذا مثال على instant decision. example of offers بالنسبة مثل للعرض للعروض اللي تريد تقدمها كعرض مساعدة كعرض قدم خدمة واحد يعني صديق أو معارف مثل هذا خلينا نقول A و B، A يعني دايلوج بين اثنين، فA قاعد يقول these boxes are really heavy، B جاوبه قال don't worry I will help you with them. لو مرات بدل ما help you الإنجليزي يقول I will give you a hand، يعني شنو أنا راح أساعدك أنا راح أساعدك، شلون واحد يقول أدير بال أنا سأعاونك وياها، فما يقول I will help you أو I will give you a hand. فأيضا قلنا هنا استخدمنا future simple صيغة الول للتعبير عن شنو نعرض مساعدة للشخص المقابل. مثال الثاني شي يقول it is hard to get a taxi at this hour، مثلا نقول هي الدنيا ظلمة وبالليل ومطر شوارع تقريب فارغة، فأكو واحد جوارك شي جوز تعرفه جوز ما تعرفه تقول له من الصعب أنا أحصل على تاكسي بهاي اللحظة أو هاي الساعة، فهو مباشرة هم يريد يسوي offering for you يعني مساعدة assistance. فايش قال لك؟ قال لك I will give you a ride. هنا a ride يعني شنو توصيله، دائما من تستعمل تسمعها بالأفلام بمحاورة بأي شيء ride يعني شنو، يقول لك أنا أعطيك أنا أوصلك، أوكي okay. I will give you a ride، أوكي okay. هم أيضا هذه عبرت هنا عن offer ما. أنا هنا لخصتهن كل استخدامات الـ Future Simple بهذين الـ Slides. نرجع فش قلنا؟ قلنا المثال الثاني على Offers أخذنا مثالين، قلنا الـ Future Simple نستخدم ثلاث صيغ للي صار عندهم مثل البداية مع المحاضرة Future Simple، عندنا ثلاث صيغ نستخدم بها الـ Future Simple أو نعبر عن الـ Future Simple بثلاث صيغ اللي هي صيغة الـ Will، صيغة الـ Is Going To يعني صيغة الـ Going To، وصيغة الـ present continuous. كل صيغة لها استخدامات معينة. قلنا استخدام الـ will نقدر نعبر عن من نريد نتخذ قرار لحظي instant decision أو offers عروض نعرض عن مساعدة ما أو فد خدمة أو promises أيضا الوعود. أخذنا أمثلة على الـ instant decision وأخذنا أمثلة على الـ offers، سننتقل للـ promises. مثل هنا قال له مثال هذا example of promises شي يقول يقول له can you lend me $500؟ قاعد شنو يطلب من عنده، قال له يا بتقدر مثل تقرضني lend me هو يعطيك، بس من أنا أخذت شي من عنده برو عكسها الopposite مالته، قاعد يقول له can you lend me $500؟ I will شوف هنا أنا وعده I will pay it back أنا سوف أرجع لك إياها next week، شوف هم يحشي على future بما أنه على فيوتشر وبما أنه وعد، لذلك شو استخدم صيغة الـ will مباشرة I will pay it back next week. أوكي نجي المثال الثاني شو يقول، يقول thanks a lot for your emails، شكرا جزيلا على إيميلاتك، we will شوفها موعدة we will respond within two working days، نحن سوف نجاوبك we will respond within two working days. The working days يقصد بها أيام العمل، مرة يسموها business days أو working days. شنو هذين أيام العمل؟ هناك برا عندهم الأيام العمل من يوم الموندي لحد الفرايدي، اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة، ذن الخمس أيام. ذن البقية يسموها السبت والأحد يصحوا لهن weekend، ما بيهن شغل يعني عطلة off يسموه day off. فذن يسموه weekends. فش قال لهم هنا وعده، قال له thanks a lot for our emails we will respond within two working days. also قلنا هذا الاستخدام الثالث promises، قلنا لكم اكو استخدام ايضا الرابع هو شنو make a prediction يعني شنو نتنبأ عن المستقبل، بس ها هذا اكو condition شرط، شو وقت استخدم الول مرات الول اقدر استخدمها للتعبير عن للتنبؤ وايضا الgoing to،
فبيناتهم فرق بسيط. ال will أقدر, we also could use will to make a prediction based on, عندما يكون مبني على knowledge and personal experiences, تجارب الشخصية وعن معلومات مؤكدة. أوكي, من أنا أريد أتنبأ في الشيء راح يصير, مثل خلينا نقول أنا عندي نادي من الأندية أنا مشجع لها ومتابع وأعرف إمكانيات اللاعبين, فمن الممكن أنا أقدر أطرح هنا تنبؤ, مثلا خلينا نقول فريق ويا فريق يريد يلعب, لو مثلا منتخب أنا مشجع, أنا فان أوف مثل ناشونال تيم, ناشونال تيم يسمو منتخب وطني, فأنا أعرف إمكانيات اللاعبين مثل من الدفاع من الهجوم, أعرف ذول اللاعبين ما قاعد يلعبون بيها أندية, فبيس أون ذيس نوليدج أنا أقدر شنو أسوي بريدكشن. فهذا البريدكشن بهاي الحالة من عندك نوليدج عن في الموضوع, لو بيرسونال إكسبيرينسز تجارب شخصية, مثلا أنت مسافر البلد وتعرف هذا الوقت مثل عندهم هناك بارد أو حار, أو هذا الوقت عندهم مثل الأسعار غالية, نقول أنت تسافر لتركيا دائما خلينا نقول بوقت شو اسمه بالسمر سيزن, مثلا تعرف هذا الوقت هناك عندهم السياحة هواية يجون فصار الأسعار غالية, السكن يصير غالي, فتقدر هناك تتنبأ. فإذا يجي لك صديقك تقول له شو اسمه مثلا تقدر تستخدم صيغة الفيوتشر, إذا تتنبأ على فشي تقول له مثلا قاعد يقول لك أنا next month أريد أروح مثلا لتركيا, تقول له لا it will be very expensive, ليش استخدمته المباشرة؟ لأن أنت based on your knowledge or your personal experiences استخدم صيغة ال will اللي هي تعبر عن future symbol عندما شنو تسوي make a prediction. أوكي, نأخذ هذا المثال, مثل يقول example I think Brazil will win, شوف will win the 2022 World Cup, مثل هذا اللي قاعد يتنبأ يعتقد أو يتنبأ هنا نستخدم صيغة ال will, منتخب البرازيل راح يربح كأس العالم 2022. ليش؟ لأن هو عنده مثل based on his own knowledge, مثل هو بناء على معلوماته يعرف مثل عندهم 4-5 لاعبين يلعبون بأندية متقدمة بأوروبا, هاي إمكانياتهم, آخر 10 لعبات ما عندهم ولا خسارة, مثل based on this knowledge يقدر شنو يتنبأ, بما أنه 2022 بعدها ما جاي يحكي عن المستقبل, فقدر يرشح لك البرازيل ويتنبأ عنها هي راح تفوز. فهنا من الممكن تستخدم will future symbol صيغة ال will للتنبؤ. إذا أحد عنده سؤال فضل. أوكي, نجي المثال الثاني, مثل هنا شي يقول, you should watch the game of thrones, I'm sure, أنا متأكد, you will love it, أنت سوف تحبه. ليش أنا متأكد أنت you will love it, ليش أنت راح تحبه؟ هنا أنا هم سويت له prediction, أنا عندي يقين أنت راح تحبه, أحكي على future, أنت بعدك ما شايفه, يجوز هو قال لك شش تنصحني, أنا عندي صاير leisure or free time وأريد شو اسمه مثل أمارس فد شيء فد هوبي, لو أشوف فد شيء يعني بالفري تايم, فأنت قلت له يقول صديق you should, هذا should أيضا هنا يستخدم للسجستشن, ايش قال لك؟ قال يو شود واتش ذا جيم اوف ثرونز, روح شاهد مسلسل جيم اوف ثرونز, صراع ال شو اسمه يمكن اسم بالعربي والله نسيته, جيم اوف ثرونز, فقال له يو شود واتش ذا جيم اوف ثرونز, ام شور, انا متاكد يو ويل لاف ات. نعم استاذ صراع العروش, اسمه صراع العروش, احسنت. ايه, فيو شود واتش ذا جيم اوف ثرونز, يقول له روح سجستشن اطلع, ليش I will love it, ليش هو بنى هذا البيس, قلنا احنا على knowledge باعتبار هو شاهده قبله, فيشوف هو full of drama and thrills, يعني مملوء بالدراما والثريلز يعني المتعة والإثارة وهاي الأمور, فراح يدري بيه راح يشوق ويظل هو ذاك حريص يكمل كل الابيسودز كل الحلقات أو السيريز. فهنا أيضا هذا قلنا well يستخدم للprediction based on knowledge and personal experiences. أوكي, نجي الصيغة الثانية للتعبير عن الـ future symbol هي شنو صيغة الـ going to, فيقول we use going to, نستخدم صيغة الـ going to express, نعبر عن الـ plans, الخطط and intentions. من عندك خطة أنت تفكر أسويها بالمستقبل, مثلا هنقول أنت تفكر مثلا عندك امتحان, أنت هذا الامتحان ما كنت مهيئ أمورك إلى يعني مستعد لزين, فبالجزء امتحان آخر السنة تحكي على final exam, بما أنه بالفيوتشر, بما أنه أنت عندك ببالك راح إن شاء الله intention عندك نية,
أو بلان تخطط تقرأ تقرأ يعني بجدية وتنجح، فهنا تقدر تقول I'm going to study very hard okay to pass my final exam مثلا. فقلنا كل ما نحكي كل شيء يخص الفيوتشر بالنسبة إلى عندي plans أو intention راح نستخدم صيغة ال going to. البلانز مرات ما محددها بإكزاك تايم، من تتحدد بإكزاك تايم هناك لا راح يصير فيكسد أرينجمنت سناخذها، ذيك الحالة راح نستخدم present continuous. فقلنا عندك صيغة future simple، فالشيء تريد تحكي عن المستقبل، هذا المستقبل أنت مجرد بلانز، نقول عندك نية تريد تشتري بيت، بس إيش وقت راح تروح، هل يا ترى تجامع المبلغ أو ما جامع، فتقدر تستخدم I'm going to مثل buy a house أو buy a leisure car أو buy luxurious car، لو أي شيء مثل أنت شنو اللي ببالك، لو مثل أنت بما أنه هي مجرد خطة أو نية ببالك، بعدك ما يعني بس قرار متخذ، بعدك ما مهيئ الأرضية اللي حتى تساعدك تنفذ قرارك، فبما أنه ظلت هي ببالك وعلى فيوتشر تحكي تستخدم صيغة الـ going to. مثل شون هاي الأمثلة نعرف إحنا الصيغة مالتها going to plus infinitive verbs. فأنا العام تعجبت كطالب خال الفيرب ويا ing، ما يصير يعني وراها ما دام هنا تو عندك لازم الفعل يصير مجرد. فناخذ example we are going to buy a house، شلون هاي احنا عندنا يعني بالنا نريد نشتري بيت جديد، شو وقت هل يا ترى تنتظر تبيع بيتك الحالي، يلا تنتظر المنطقة الملائمة تروح بعدين تشوف وتشيك، يعني بعدك بس مجرد عندك بلان. so يقول I'm going to start exercising regularly، فهنا أنا أيضا هم يحكي على فيوتشر I'm going to start exercising regularly، أنا سوف أبدأ بالتمرين بشكل منتظم يعني مو متقطع. هنقول هو باله كل أسبوع كان يعني باله يريد يروح للجيم ف 3 times a week يعني 3 مرات بالأسبوع. فهنا أنا بما أنه هو مقرر يعني regularly بانتظام يتمرن، وهم بس بعدها مجرد plan أو intention، لذلك استخدم going to. مثل يقول my colleague is going to take a vacation from work، يقعد يقول زميلي بالعمل colleague يقول is going to، هم استخدم راح يعني جزء مبلغ مسولف فيه أنا والله أريد أدني أخذ إجازة أروح vacation مثل عطلة أو سفرة، فقاعد يقول هم أيضا عنده نية he's going to take a vacation from work. قلنا هذا الاستخدام going to لما نعبر عن express plans and intention. Okay. Also we use going to make a prediction. بس شنو الفرق هنا؟ Make a prediction based on something in the present. من عندي فشي ملموس بالوقت الحالي. العفو. عندك فشي ملموس أنت قاعد تلاحظه. فيجوز based on this present or current situation. أنت راح شنو تعرف أكو فشي consequently راح يحدث ورا تبعا شي راح يحدث. هنقول انت باوعت السماء شو بدت بالغيوم وصار الظلمة، يعني انت تتوقع او قاعد تتنبأ يوم عودين دلباكم راح تمطر، فهنا based on this present or current situation ش راح تتنبأ؟ انت تتنبأ انه السماء راح تمطر، ش راح تستخدم يا صيغة؟ صيغة ال going to. فش تقول؟ يقول look at the sky it is going to rain soon. هنا مو based on knowledge أو مثل your personal experiences أنت العام أو كذا أو متابع هذا الفريق أو فتشي عندك خبرة بي، لا إذا based on current situation or in the present فتشي ملموس something يبين لك as if an evidence كعلامة أو بينة لك تقدر وهذا الشيء راح يؤدي لشيء ثاني بالمستقبل القريب، هنا تستخدم صيغة ال going to. أتمنى تكون واضحة عندكم. هو ما قطعنا الطلاب قاعد يشوفونه موجودين طلاب لو انقطع النت؟ صوتك قبل شوية كان يقطع هسه زين. اوكي تمام. بالنسبة قلنا صيغة الـ going to تستخدم ايضا، قلنا الاستخدام الاول من عندما when you want to express خلينا نقول intentions or plans in the future. الصيغة الثانية نستخدم الـ going to عندما شنو make a prediction، عندما شنو بس هذا الـ prediction التنبؤ based on something in the present فالشي بالوقت الحالي at the current or present time فالشي هنقول قاعد يصير أمامك an evidence يسموك علامة أو بينة لك أو دليل، هذا الشي راح يؤدي تبعا
accordingly or consequently she something else فشيء آخر. شلون قلنا مثال مال الغيوم الملبدة بالسماء، هاي الغيوم أنت راح تعطيك علامة يعني يجوز بعد خلال وقت قريب راح يصير الدنيا تمطر، فتشتري تتنبأ تقول لهم oh, look at the sky it's going to rain soon. شلون هذا المثال مو based on قلنا الفرق بين will للتنبؤ أو going to ال will عندي من أنا أقدر أتنبأ عن فتشي أنا عندي experience عنه لو knowledge عنه مبنية أقدر أبني تنبؤ عليه. شلون أخذنا مثال المنتخب اللي راح يفوز ب 2022 وأخذنا مثال آخر اللي هو شنو طلاب قلنا previous مع المثل اقترحت انت ان يشاهد Game of Thrones مثل ما قال زميلكم صراع العروش. اوكي بس هذا كله كان مبني على ال personal experience وال knowledge مالتك، بس انا من عندي طلاب من عندي فد شيء ملموس حاليا هذا الشيء راح يؤدي نتيجة ثانية. اوكي اي ايفيدنس عندي وانا هذا الشيء ادري بمثل خلينا نقول انا جبت نتيجة زينة ادري ابويا راح يفرح، فهاي النتيجة تعتبر شنو ايفيدنس الي at the present راح تؤدي شنو الى يعني دخول السرور على والدي. فشلون هذا مثال نقول my father is going to be so happy ليش when he sees my grades. اوكي is going to ما يصير تقول my father will be so happy يعني هنا من يسمعوك يعني اي انسان متحدث اللغة الانجليزية مباشرة راح يعرف انت ما تعرف شيء بالفيوتشر، فتقول my father is going to be so happy when he sees my grades درجاتي. فها نجي قلنا شو وقت نستخدم ال present continuous للتعبير عن future simple but if it is more than a plan إذا كانت أكثر من خطة. okay if we have made a fixed arrangement فشي ثابت ترتيبات مسبقة مثبتة مثلا خلينا نقول أنت عندك نية تروح للطبيب so I'm going to see the doctor بس شنو at some point in the future ما عندي ما محدد وقت، بس من تصير fixed arrangement من أروح أنا للطبيب وأحجز موعد وأطي فلوس ويقولوا لي مثل تجي باتشر ساعة بالخمسة العصر مثلا، هنا بما أنه صارت fixed arrangement خابرك مثل صديقك أنت برا بالخارج فتقول يدعوك مثل ويا تروح للسينما أو فشي، فأنت ما تقدر شو تقول له تقول له سوري، ما يصير تقول له I will go to the doctor هنا غلط، لو تقول له I'm going to see the doctor هنا هم خطأ. فبما أنه تحاجز فراح يصير الحجة مالته قوية، شلون تريد تبين له التحاجز وماخذ موعد appointment وشغلته كلها منتهية كل لازم تروح، يعني حتى إذا ما تروح فلوسك تروح عليك موعدك يروح، فهنا شلون تريد تبين للمقابل تستخدم present continuous تقول له I'm seeing the doctor tomorrow afternoon or tomorrow at 5 o'clock or at 5 p.m. هنا من تحاجي هاي اللغة راح يفتهم هو مباشرة بأنه ترايح وحاجز وعندك fixed arrangement فالترتيبات مسبقة وثابتة ما ممكن تغيرها، وأيضا تشمل هاي الحكي على المستقبل. فقلنا من الموضوع يصير أكبر من بلان، شلون خلينا نقول هاوس أنت رحت كنت عندك نية we are going to buy a house بس بما أنه هاي النية رحت للدلال والدلال وداك يشوف الهاوس ودفعت عربون والروحة الثانية بعد بس توقع الكونتراكت العقد، هنا اختلف الموضوع تقول I'm buying هنا راح يصير شنو present continuous عبر عن future. اوكي مثلا لو تقول I'm signing the contract tomorrow afternoon لو next week مثل at 5 مثلا تحدد في exact time لو فشي ثابت يبين للمتلقي بأنه أنت هذا الموضوع اتجاوز شغلة البلان لو التنشن النية أو الخطة أنت وصلت السالفة يعني منتهية تقريب صار بها fixed arrangement in the future. هنا راح تستخدم شنو طلاب قلنا ال present continuous. اوكي صيغة ما تتعرفوها subject is am a verb ing هنا نستخدم الفعل ويا شنو مصحوب بال ing مثلا هنا نقول له examples مثلا نقول له I'm having dinner with my best friends on Friday. هنا المتلقي هم من يسمعك راح يعرف هناك بالخارج مو مثل هنا المطعم تروح وتقعد بيه يعني most of the أكثرهن أكثر يمكن 80 أو أكثر يعني بس القليلات المطاعم اللي ما حد يجيها روادها قليلين خصوصا ذني الأكل سلامك فود لو هاي فهذني تقدر تروح تدخل وتطلب المنيو ويعطيك. أكو مطاعم خصوصا بالويك إند إلا تحجز حجز مسبق ما يقدر يحجز لك طاولة ويقعدك، فأنت
هنا مثل من قاعد يقول هو I'm having dinner with my best friends on Friday راح اللي يسمعه راح يعرف هو مرتب أموره وحاجز موعد بهذا المطعم، خلينا نقول في المطعم مشهور لو فد كلاب أو فد شيء، فهو حاجز ومرتب ومثبت وعنده الفرايدي ويا وهم متفق ويا صديقه ويا أصدقاء best friends كلهم هم متفقين ومفرغين نفسهم في ساعة معينة بالفيوتشر يوم الجمعة راح يجون كلهم يفرغون راحتهم يتناولون العشاء سوا. فهنا بما انه على فيوتشر بما انه فيكسد ارانجمنت راح تستخدم صيغه البريزنت كونتينوس وتقول ام هافينج دينر وذ ماي بيست فريندز اون فرايداي. اوكي هنا هم ايضا مثال ثاني وي ار فلاينج تو لندن ذا داي افتر تومورو. هنا ايضا هم بما انه هي فيكسد ارانجمنت ليش؟ لان انت ها قاعد يقول انا راح اسافر بعد، يعني مو I'm going to fly I'm going to fly بس حاط بباله فكرة يريد يسافر، بس we are flying to London يعني معناها رايح لشركة خطوط الطيران ودافع حق التيكتس فير جور التيكت ومطي موعد قالوا له تجي للمطار قبل 3 ساعات tomorrow. من يقول the day after tomorrow؟ after tomorrow يعني عقب باكر. مو اكو واحد مرة كاتب واحد من الطلاب يكتب بس after tomorrow كون يقول له the day after tomorrow تحدد اليوم اللي هو بعد بكرة، فمن تريد تحكي عقب باشر يقول the day after tomorrow. قلنا هنا ايضا بما انه fixed arrangement انت حاجز ودافع تيكت ومحددي لك موعد طيارة كنت تتواجد الساعة الفلانية بالمطار، هنا راح تستخدم present continuous ليش؟ مثل ما قلنا لانها هي تعتبر fixed arrangement. قلنا I'm having dinner with my best friends on Friday. We are flying to London the day after tomorrow. هنا هم أيضا he's giving the presentation on the 10th of next month. هنا أيضا هذا بما أنه نقول هو مثل شاحنا ذاك الأسبوع مثلا بالمستقبل هم عدي مثل محاضرة حلقيها على طلاب الدراسات العليا presentation. أوكي فبما أنه إحنا محددين فلان يوم ونزل بيها إعلان باللوحة الإعلانات بالقسم وحجزنا القاعة ورتبنا الأمور بما أنها تعتبر fixed arrangement in the future أوكي بها وقت تايم محدد وإعدادات كملنا كل شيء وثبت الموعد، لذلك هم استخدمنا شنو طلاب present continuous. ففرقة عن النية، النية أنت من ممكن تحكي أنا عندي نية أنا أسوي فد شيء بس بعدني أنا ما متخذ أي إجراء لتحقيق هاي النية أو البلان، بس من صير الموضوع فعلي وكملت وحجزت ورتبت كل أمورك يسموها fixed arrangement. هنا راح تستخدم present continuous. هي أمثلة هواية احنا نعطيكم مجموعة من الأمثلة ونعرفكم الصيغة definition مالت الاستخدامات عمود يصير واضح عندكم، وتمارين هي موجودة بالكتاب هم راح ناخذ مجموعة ونعطيكم أيضا homework. To distinguish and maze between the present continuous and going to راح ناخذ هذا نفس المثال، مثلا يقول لك I'm going to see the doctor sometime next week. هنا بعد هو بباله أسبوع الجاي لا حاجز لا رايح لا دافع نقول أربون لا رايح السكرتير مسجل اسمه بالدفتر، فبعد كل شيء ما مسوي. فهاي هنا شو استخدم طلاب صيغة going to لأن هي بعدها تعتبر plan أو intention، بس من يقول I'm seeing the doctor tomorrow afternoon هذه تعتبر fixed arrangement استخدم شنو present continuous. أيضا هذا مثال هم بسيط We are going to get married this year. احنا ان شاء الله راح نتزوج هذه السنة. اوكي بعدنا لا مثبتين الموعد لا محددين لا خلينا نقول مثلا مأجرين البيت لا قلنا وين المناسبة نسوي كل شيء ماكو بعدنا بالبداية. بس من نحدد مثل خلينا نقول We are getting married. الفعل get ويا married يجي هو هذا شلون ال compound phrase يعني دائما من تريد تقول تتزوج تستخدم يعني most likely get married. فش اسمه we are getting married شوف هنا نستخدم we are getting الفعل الفعل ال are اللي هو auxiliary verb ويا الفعل ضاف له ing get getting صار present continuous تعبر عن future باعتباره fixed arrangement. ليش هنا شنو الفرق هنا we are getting married on 1st of June شوف الوقت بس اللي اخذنا 1st of June هنا يعني معناه حددوا الوقت مال الزواج وسووا invitation letters دعوات للناس ودوها يا بي احنا عزموا الواديم حزوا القاعة يعني كل شيء رتبوا اهل العروس واهل العريس اتفقوا على الموعد. فهنا بما انه صار fixed arrangement تحكي على المستقبل استخدمنا صيغة present continuous. ان شاء الله بعد هاي المحاضرة ما اتوقع احد ان شاء الله يخطأ بصيغة الفيوتشر.
نجي ثانيا future continuous. future continuous الصيغة مالتها ال will، احنا ساكملنا future simple، نجي future continuous ال will زائد فعل be، لان يجي وراء infinitive ما تقول is و are و am be، ال be زائد الفعل الرئيسي المين verb مصحوب بال ing. شو وقت نستخدمه؟ to express the action that will be ongoing in the future. ما عندي action، اوكي فعل ده اسوي بالمستقبل ومستمر يعني ما انتهى مو completed، هذه هنا أنا راح نستخدم صيغة الفيوتشر كونتينيوس. هذا المثال أنا سويته العام، يعني هو هواية بسط الأمور للطلاب. خلينا نقول مثل أنا اليوم حددت باكر إن شاء الله راح أروح للبصرة، فالطريق إحنا نعرفه للبصرة 5 ساعات تقريب، فأنا ما عندي لا مراجعة لا شيء، مو تقول دوائر وزارات بغداد عاصمة، فأنا راح أطلع مو من الفجر لو من نص الليل، راح أقول أطلع بالثمانية الصبح. فان شاء الله هي 5 ساعات، خلينا نقول اصل بالوحدة الظهر، اوكي نقول زيارة اقارب او فشي. فبما انه انا اريد احكي خلال هذا الوقت، يعني بعدني بالوحدة اوصل، بما انه انا بعدني ما واصل وبعدني خلينا نقول فد وقت معين خلال هذا الزمن، فخلينا نقول جوز خابرك واحد من اصدقائك قال لك باكر تجي انا عندي شغلة تعال ويا عاوني كذا، فش تقول له؟ قلت له ساعبيش انت نسيت اول مرة تباش سافر مثلا، قال لك بالدعش، قال له هو انا باشر مسافر ان شاء الله طالع بالثمانية الصبح محدد مرتب اموري، فبالدعش ما يصير تقول له I will go to بصرة. هنا قلنا باللغة الانجليزية من تحكي انت هنا قاعد تستخدم الأبر انترميدي المستوى متقدم، فشنو تستخدم؟ بما انه خلينا نقول بالدعش هنا بعدك انت خلال هاي الفترة الزمنية يعتبر ongoing action، عمل دي تقوم بمستمر، انت قاعد السوق هنا شنو الاكشن اللي قاعد تسوي؟ انت قاعد السوق بسيارتك، فش تقول له؟ تقول له at 11 a.m. tomorrow باكر I will، شوف انتبه لها، be driving to بصرة. شوف انت بما انه تهنانه، فتقول له I will be driving to بصرة، قاعد تحكي فد وقت معين بالفيوتشر، هذا الوقت انت قاعد تسوي اكشن ما منتهي غير كومبليت مستمر، فتقول له at 11 tomorrow، لو at 11 a.m. tomorrow I will be driving to بصرة. اوكي ناخذ مثال ثاني. هم هنا أصدقائك أزمك على تجي للسينما، أنت باتشر ساتردي إيفنينج، خلينا نقول عندك شنو، لو مو لباتشر خلينا نقول أنت اليوم شنو أربعاء، يوم السبت الإيفنينج أنت الشفت مالتك مسائي، فهذول جماعتك يابا تعالوا أنا للسينما، قالوا do you want to come with us to the cinema on Saturday evening، أوكي مساء السبت، فش قلت لهم باوعت الدايري مالتك الجدول لو تبالك، فش قلت له sorry I can't I'll be working until night، فانت شفت مالتك يبدأ خلينا نقول من 8 خلينا نقول الساعة معينة، لو خلينا نقول من 2 لحد الليل، اوكي طلاب، فانت هذا هنا أنا مستمر، فش تقول له I will be working until، انا راح اشتغل لحد الليل فما اقدر اجي. العفو استاذ. نعم بس وصل الانترنت يمك استاذ وراح البث وذاك كله ما سمعناه. ها ماكو، انا ترى بالمناسبه هم حاسب حساب والله قاعد اسجل محاضره، شوف الساعه المحاضره عندي 34 دقيقه، فاي شيء هم احنا اثناء الحديث اذا صار بي ميسنج ذكروني، واذا هم جاوزنا ان شاء الله تقدرون ترجعوا له، فما ادري وين صار عندكم قطع. استاذ من وصلنا للجوينج تو الدرايفنج للبصره الدرايفنج. ها اوكي قلنا للبصره من عندك انت نحكي عن فعل اكشن اون جوينج ان ذا فيوتشر، فد عمل انت راح تقوم به بالمستقبل هو مستمر فد لحظة فد وقت معين بالفيوتشر، يعني مو completed، لو completed يصير شنو perfect، راح تستخدم صيغة perfect التام. سهم راح ناخذ امثلة اذا لحقنا ان شاء الله. استاذ بس اذا تقدر تشير الشاشة. ايه ها هم الشيرنج راح، اي مو فصل يمكنك انت تستخدم. اوكي طلاب واضح ظاهرة عندكم الشاشة ان شاء الله. اوكي تمام. اوكي تمام. فنجي قلنا السابق بالنسبة لفيوتشر كونتينيوس، فيوتشر كونتينيوس الصيغة بين will زائد be الانفينيتيف ما يصير يقول is و am و are مثل ما قلنا، والفعل المين فيرب مصحوب الاي ان جي. ايش وقت نعبر عن to express the action that will be ongoing in the future، مستمرة بالمستقبل. من عندي قلنا مثل هذا المثال، صديقك خابرك يا أبا تعال باكر أنا محتاج مساعدتك، فأنت ذكر قلت لي أبا أنا باكر بالدعش
وين انا بطريق البصره قاعد اسوق. اوكي، فانت شلون تعبر عن ongoing action in the future؟ قلنا احنا هسه مستوانا upper intermediate، خب ما يصير تقول له I will go to the بصره at 11. هاي من صار I will go to the بصره at 11 على مستوى انطلقت باكر tomorrow بالدعش، بينما انت بالدعش الاكشن مالتك انت مو انطلاقك بالثمانيه باكر، الاكشن مالتك بالدعش انت قاعد السوق جوز واصل للسماوه ما اعرف وين واصل. فش تقول له؟ تقول له at 11 a.m. tomorrow I will be driving، فاستخدمنا present future continuous I will be driving to بصرة هنا بالدعش، لأنه هذا العمل الأكشن مو completed ما انتهى. لو بالوحدة وبعدها تقدر شو تقول؟ تقول له I will صير half arrived to بصرة، لأنه كمل العمل اللي قمت به انت هنا، كان أكشن بعد ongoing مستمر. فش تستخدم ongoing action اللي هو شنو؟ الفيوتشر continuous I will be driving to بصرة هذا الوقت at 11 at 10 at 12، هذا كل الوقت المحصور ال in between الوقت الطلعة لحد وقت الوصول، هذا هنا يعتبر ongoing in the future، حدث عمل تقوم به action مستمر، تستخدم I will be driving. اوكي طلاب، مثال الثاني قلنا do you want to come with us to the cinema اصدقائك on Saturday evening. ف Saturday evening انت شفت المسائي مالتك مات العمل، قلنا هم عندك ongoing action راح تقوم به، فما راح تقدر تروح وياهم، فانت شلون تريد تعتذر لهم وتبين انت متمكن من اللغة الانجليزية؟ راح تعتذر لهم تقول له sorry I can't، بالبداية انا لا استطيع. اوكي sorry تأسفت منه وقلت له انا لا استطيع، ليش شنو السبب؟ I will be working، انا راح هنا استمر بالعمل until night، انا راح استمر بالعمل until night، ليش؟ لان شفت مالتك مسائي، فهذا الاكشن ongoing بالفيوتشر مستمر، يعني قلت لهم ما بيها مجال اجيكم، مو شغلة الساعة اشتغل واجيكم، لا انا مستمر لحد النايت. اوكي فنجي الساعة، هذا بالنسبة ما يخص الفيوتشر continuous، الفيوتشر perfect، الفيوتشر perfect continuous ان هذني تقريبا استخدامات جدا قليلة. بس شنو شلون قلنا مثال مال البصرة؟ من أنا أريد أن أوصل بعد ما أوصل بالمستقبل، أحكي عن باكر عن الأسبوع الجاي بالفيوتشر، وهذا العمل راح أكمله أوكي at certain time في زمن معين، راح أستخدم فيوتشر بيرفكت. أوكي بس إذا هذا العمل إيش قد أخذ amount of time، إيش قد استغرق مني وقت، أريد أركز على التايم، شلون من حكينا سابقا بالبيرفكت كونتينيوس دائما نركز بيرفكت كونتينيوس استخدم نركز العفو على التايم، من يصير عندي امفسايز على التايم استخدم فيوتشر بيرفكت كونتينوس، من عندي العمل اريد ابين انا راح اتم اكمله بالمستقبل فلان ساعه فلان يوم يعني تم، اوكي هنا استخدم فيوتشر بيرفكت. سالون نرجع للمثال مال البصره، خلينا نقول خابرك صديقك قال لك باكر انت شو اسمه قاعد دخلت ويا محاوره تقول له اي ويل بي درايفنج تو بصره انتل 1 ان افتر 1 من جو، فش تريد تقول له افتر 1 اكلوك لو ات 2 اكلوك PM، يعني صار احنا نعرف الحد 12 وورا 12 يصير شنو الوقت؟ العداد يتغير يسموه PM مساء. فتقول له at 2 PM شو تقول له؟ اقول له I will، ايش راح نستخدم الفيوتشر؟ have I will have arrived بصرة، لو arrived home رجعت للبيت مالتي. I will تممت العمل، هنقول انت طلعت مرة ثانية من الثنتين، رحت ساعة زمان من الوحدة للثنتين، بالثنتين رجعت للهوم مالتك، هم خمس ساعات ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، خلينا نقول بالسبعة أنت بالبيت، فش تقول له؟ تقول له tomorrow at 7 p.m. I will have، شوف هنا I will have arrived home، لو I will gonna back gone تصريف ثالث مال go، I will have gone back home at 7 p.m. أوكي فتحكي على الفيوتشر، وفالشيء أنت فهذا مباشرة المتلقي إذا إنجليزي نيتيف لو أي انترناشنال هندي باكستاني ايطالي يحكي انجليزي، لان هي الكومن لانجوج اللغه المشتركه هي الانجليش لانجوج، فمباشره راح يفتهم انت سوي الشغله وراح تتممها وتكمل وترجع. فاستخدمت عرفنا شنو الفرق بين الفيوتشر بيرفكت، من عمل انت انهيته بالفيوتشر عندك وقت معين، خلال هذا الوقت الاكشن مالتك مستمر، استخدمت شنو فيوتشر كونتينيوس، بعد هذا الوقت من كملته راح تستخدم فيوتشر بيرفكت. فاخذنا هذا مثال بصره، خلينا نقول هنا اكزامبل ثاني انا خال، مثل انت خلينا نقول تاخذ سالري معين، فالنت اوف يور سالري صافي راتبك خلينا نقول
كل شهر يصفى لك خلينا نقول $1000 لو 1000 باوند، اوكي؟ فانت خلينا نقول الساب جون للسادس، فخلال 3 اشهر تقدر انت ميزانيتك تصعد ل 3000، توفر 3000 باوند، اوكي؟ فانت الساب جون تريد تحكي على اوغست، فايش تقول؟ قول باي اوغست تقدر تقول مثل خلينا نقول هات خلينا نقول انت ابو علي، فتعرف هو كل شهر يوفر 1000، فايش تقول؟ قول باي اوغست علي، لو تقول ماي سان، ويل شوف هنا انا هاف سيفد، اوكي؟ ويل هاف سيفد سوف يوفر 3000 باوند، يعني تما بما انه تم هذا الرقم بالاوغست يتم عنده مبلغ يوصله حد 3000 باوند. فهنا شنو تقول؟ تقول هو شنو الاكشن قاعد يسوي؟ سيفنج، هو الاكشن مالته سيف، قاعد يخزن فلوس او يوفر مبلغ مالي. فهو السالري نفس السالري مسولف لابو انا بابا عندي اخذ خلينا نقول 1500 باوند بالشهر، 500 مصروفي وايجاري وما اعرف شنو والنقل والكذا، فيصفالي 1000 كل شهر. يحكي هو ساب جون، فهو عرف بانه باي اوغست بشهر الثامن علي ويل هاف سيفد 3 باوند، اوكي؟ هذا ساشون المثال السابق، نقول باي 5 بي ام، لو باي 7 بي ام وي ويل هاف ارايفد هوم، اوكي؟ نحن سوف نصل نتمم وصولنا ونوصل للبيت ونكمل سيتلمنت شنو يا ساعه بالخمسه، بما انه ايش وقت تنجز عملك وتخلص يتم كومبليتد هذا الاكشن، لأن هو الفيوتشر بيرفكت شيء عبر تو اكسبرس ان كومبليتد اكشن ان ذا فيوتشر. فهذا العمل هنا معناه شنو بالفيوتشر يتم عندي، شو وقت يتم عندي طلاب بالفيوتشر عمل اكشن انا اقوم به اتممه بالفيوتشر استخدم فيوتشر بيرفكت، هذا صيغه مالته ويل هاف الفعل بالباست بارتيسيبل. من اريد اركز لا على التايم ايش قد استغرق مني وقت لحد ما اتممت العمل، فايش راح اصير؟ نفس المثال by August Ali will have been saving، قلنا احنا صيغة الـ future continuous شنو هي؟ will will have، ما يصير هذا هنا لازم have لأن وراء infinitive، شنو نضيف للـ future continuous؟ been، والفعل بدل ما past participle يضاف لـ ing، صير will have been verb ing، اوكي طلاب؟ فهنا أنا by August Ali هم احكي على saving مالته، اريد اركز على ايش قد استغرق وقت لحد ما اتمم هاي الـ 3000 الهدف مالته التارجت. فش نقول باي اوغست علي ويل هاف بين سيفينج ماني فور 3 مانس، شوف من ركزت على الوقت شو استخدمت، شوف هنا بات اف وي وونت تو فوكس اون تايم وي ويل نيد تو يوز فيوتشر بيرفكت كونتينوس. نقول باي 5 بي ام وي ويل هاف بين درايفنج، نحن سوف نستمر بالخمسة احنا سايقين مدة 4 ساعات متواصلة لحد ما وصلنا لهم. فقلت انا من اريد اركز على الامونت اوف تايم، اوكي ايش راح استخدم؟ future perfect continuous by 5 or by 7 pm we will have been driving for 5 hours مثلا او 4 hours. اوكي طلاب ما ادري لحق خلينا نحل هذين الامثله، هاي هم ايضا من الكتاب على مود بعد تنتهي المحاضره تبلشون بالامتحان ان شاء الله. هنا نشوف هسه هنا هي سي سم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو نخلين ان هذين المحلولات طلاب ان الامثله محلولات لان خاف بعد ما انقطع. You lost your network connection. راح الصوت طلاب؟ أنا أقول له pause. محاضرة قاعد تسجل. فظل هذني تمرينين هن محلولات. يعني بس تلاحظوهن. شوية تاخذون نظرة عليهن. راح يشوفون الموضوع كلش بسيط إن شاء الله. وأنا هم راح أرفع لكم الهومورك مال هذا. بالنسبة للغيابة طلاب أنا أخذ سكرين شوت. إن شاء الله وما عندنا مشكلة. فأنتوا براحتكم طلاب. غادروا المحاضرة وتوكلوا بالله روحوا امتحنوا. اوكي اكو دكتور الكويز هم بي باسورد اكو باسورد هو اي بي باسورد من 1 to 6 انا كاتب كل التعليمات مات الكويز لان هو الموديل من اسوي سيتنج للاكزام لازم يطلب مني باسورد عمل مو ياهو يعني مو اي واحد يصير عنده اكسس للامتحان بس الناس المعنيه فتوكلوا بالله طلاب ساب الثنتين ان شاء الله الامتحان سهل واكثرتها من الهوم وورك لو مقاربه له توكلوا بالله وشوفكم بخير بالنسبة للغيابات أنا سجلتها يمي. يلا مع السلامة طلاب.